وطبعا الدكتور حسين وسعيد طبعا موجود النجم زميلي وحبيبي مصطفى درويش والاستاذه منتجه. انا بتفق مع الاستاذ مصطفى درويش في كل كلمه قالها. فعلا المساله لا تتعدى ولا تتخطى ان احنا نصفين بنكمل بعض في كل الاحوال. مفيش حد يسيد على حد. النهارده المراه لو عايزه تبقى سيد الكل هي بالفعل سيد الكل. الرجل عايز يبقى سيد الكل هو بالفعل سيد الكل. نبعد تماما عن ذهننا الجمله اللي قالها الرزالي نوح وهي الاعلام والنقد. ان ده مش موجود او المساله فيه شويه بعاد عننا او مش ظاهرين بعض المبدعين. الموضوع اصبح في حاله شلاليه. بما ان الصالونات دي بتتعمل فهو ده الابداع. هو ده اللي بينقل المساله بقى بشكل اخر بشكل تاني وجهه نظر تانيه. بعيد عن الاعلام المرئي او المسموع فده في حد ذاته اعلام، واعلام مرئي واعلام مسموع. وكل ما زادت الندوات دي كل ما زاد وعينا. بلاش ننساق ورا الجهل، وبلاش ننساق ورا عدم الوعي، ولا بلاش ننساق اللي هم عايزيننا ننساق ليه ايا ما يكون. احنا شعب مصر مثقف جدا واعي جدا ومبدعين جدا وفنانين جدا. شعب مصر بالكامل بيفن، بالكامل بيفن. ومصر طول عمرها ولاد فيها الابداع وفيها في كل المجالات. فارجوكم عشان مصر تقوم وعشان نفضل موجودين لازم نحافظ على ابداعنا ونحافظ عليه بفكرنا وبوعينا. واذا كان في حد قاصد يغيب وعينا فاحنا بحضرنا الندوات بحضرنا الاعمال الفنيه اللي بنشوفها على نطاق المسارح اللي قالوا مفيش مسارح ومفيش جمهور للمسرح. لا، المسرح موجود والمسرح بيتعمل والمسرح بيعرض. انما لو عايزين نروح ونشوف هنشوف. والنت النهارده ما خلاش حاجه، بقى هو الاعلام الحقيقي. واشكركم، شكرا لكم.